هبدأ كلامنا من عند دورة الألعاب الأفريقية اللي تسلم الدكتور أشرف صبحي راية هذه البطولة التي ستنظمها مصر النسخة الـ14 من دورة الألعاب الأفريقية والتي سوف تنظمها بلدنا الغالية في 2027. أكد الدكتور أشرف صبحي على الريادة المصرية بأفريقيا وعلى المستوى العربي، مضيفا أننا أصبحنا لدينا قدرة كبيرة وإمكانيات عالية جدا، وصلت لخبرات طويلة جدا في تنظيم هذه البطولات العالمية والقارية التي تجعل أي حدث تنظمه مصر مختلف يطلع بصورة حلوة جدا. أصبحت مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومنشآت على أعلى مستوى ودعم كبير جدا جدا من القيادة السياسية في هذه الوجهة اللي تخلي مصر قبلة لاستضافة أكبر البطولات والأحداث القارية والعالمية على المستوى الرياضي. بكل فخر نفتخر بهذا الحفل وهذا الحدث وهذا كمان الإنجاز الجديد الذي يضاف لتاريخ تنظيم بطولات القارية لمصرنا الحبيب.